الموقف الاسباني الحكومه الاسبانيه حول الحكم الذاتي. نهار نثمنوا موقف الحكومه الاسبانيه لهذا الاعتراف بانه الحكم الذاتي هو الحل الواحد والمنطقي والمعقول لهذا النزاع المفتعل اللي احنا نعانوا منه ما يزيد على 50 عام. موقف مهم شجاع، وعادت الحكومه الاسبانيه تفهم بانه اللي يربطها مع المملكه المغربيه تربطها معها الجوره التجاره والامن والتاريخ. والحكومه الاسبانيه على كل حال فاهمه عن تاريخيه الصحراء المغربيه، كانت مغربيه من عندها التاريخ وعارفه الروابط التاريخيه تربط القبائل الصحراويه مع المملكه المغربيه. هذا اعتراف مهم، ونتمنى ان شاء الله عن في اقرب تعترف بالسياده المغربيه على الصحراء كيف اعترفت امريكا. رغم عنه ذا كامل المغرب في ترابه في الصحراء في مغربها اللي اعترف الى حد ما اعترف بالتاريخ واعترف بالواقع والمنطق والمعقول، واللي مزال راهو بالشرعيه اللي يفهم ويراجع التاريخ. لانه احنا هذا الملف نعانوا منه 40 ولا 50 عام، رغم عنا مسيرتنا ماشيه الصحراء ماشيه في المهموم ماشيه في وبان خدنا اللي في المخيمات تندوس تفتح لهم الباب تعطي لهم الفرصه في الحياه ويرجعوا المكان ويرجعوا لترابهم ويرجعوا لاهلهم ويرجعوا لمليكهم ويرجعوا لشعبهم. ونتمنى ان شاء الله هذه تعود خطوه قدام لحل المشكل هذا النزاع المفتعل. السلام عليكم. اليوم هو لقاء مرتبط بالتطورات الاخيره، خصوصا اعتراف المملكه الاسبانيه واقعية وجدية مقترح الحكم الذاتي التي قدمته المملكة في سنة 2017، والذي أصبح يحظى بدعم دولي كبير جدا من قوى دولية كبيرة. اليوم إسبانيا بحكم القرب وبحكم التاريخ المشترك وبحكم المعرفة الجيدة للإسبان للمنطقة هم اليوم يدعمون مقترح الحكم الذاتي، وهذا جاء بفضل المجهودات الجبارة وفضل الدبلوماسية الكبيرة لجلالة الملك وفضل الواقعية السياسية اللي اتخذها المغرب مؤخرا كنهج في تعاطيه مع كل دول العالم فيما يخص موضوع الوحدة الترابية للمملكة. شكرا.